داء الفطر المتعارف عليه علميا باسم ميكورمايكوسيس يعتبر عدوى نادرة ولكنها خطيرة، ويتسبب بها عدد من الفطريات في مقدمتها الفطر الأسود. يتواجد هذا الفطر والأنواع الفطرية المشابهة له في التربة وفي المواد العضوية المتحللة، كما يتواجد في الهواء سواء في البيئات الداخلية والخارجية. تحدث الإصابة عند استنشاق الجسيمات الصغيرة المسماة الأبواق، والتي ينتجها الفطر الأسود بهدف استمرار عملية تكاثره، حيث تتموضع تلك الأبواق في تجويف الأنف والجيوب المحيطة بها ومنها إلى أجزاء جهاز التنفس السفلي وغيره من أعضاء الجسم، مسببا مضاعفات صحية شديدة. إلى الآن لا يوجد حقيقة علمية رصينة تتعلق بانتقال العدوى بين الأشخاص. يؤثر هذا الفطر بصورة انتهازية على الأشخاص الذين يعانون من ضعف مناعي نتيجة مرض السرطان أو داء السكري، أو على المرضى الذين هم بحاجة لتناول أدوية مثبطة المناعة خصوصا عند زراعة الأعضاء. في غرف العناية الحرجة يعمل الجهاز المناعي لكل مصاب بمرض كوفيد-19 بكل قوة، وبالمقابل تهتم البروتوكولات العلاجية بترويض العاصفة الالتهابية قدر المستطاع. بالتوازي، فإن البروتوكولات العلاجية الراهنة تهتم بتقليل العاصفة الالتهابية المصاحبة خلال مراحل الشفاء. كون أحد المنومين من كبار السن أو ممن يعانون من داء السكري أو غيره، فذلك يعني ولو نظريا وجود بيئة انتهازية وفرصة لتكاثر هذا الفطر وتمكينه من إحداث مضاعفات خطيرة قد تهدد حياة بعض مصابي كوفيد-19 في حال لم ينتبه لوجود تلك العدوى، خصوصا في ظل تشابه الأعراض المرضية المبدئية والمشتركة بين فيروس كورونا والإنفلونزا والدرن وكذلك الفطر الأسود، أو التأخر أحيانا في معالجتها باستخدام مضادات الفطريات المناسبة. كون هذا الفطر يعتبر من الموبوثات المنتشرة في المستشفيات في حال وجود خلل في وسائل التعقيم، وكون الدراسات العلمية لا زالت قائمة لمعرفة الارتباط بين كوفيد-19 وعدوى الفطر الأسود، فذلك يدعونا كممارسين صحيين للاستفادة من تلك المستجدات والمرصودة بشكل أدق خلال موجة الوباء الأولى في الهند، وذلك لإثراء بعض جوانب البروتوكولات العلاجية قبل التعافي وبعده. هذا أيضا يدعونا كأفراد مجتمع واعيين ومسؤولين بأخذ الحيطة من الشائعات والبعد عن التهوين أو التهويل، والحرص دوما على استقاء المعلومة الصحية الصحيحة من مصادرها الموثوقة.